السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة خبر يا جماعة غريب وعجيب. شايفين ده ايه؟ ده نوع من الأسماك. نوع منين؟ من أسماك. هنشوف دلوقتي ده ايه اللي بيحصل. ده ان في سمك اسمه سمك الشبح بيدوب لو طلع من المية. بيدوب لو طلع منين؟ من المية. زي ما انتم شايفين كده، ده أكل بتحط لهم عشان ياكلوه. بس هنشوف دلوقتي في ايه. على عمق 8 كيلو متر تحت مياه المحيط الهادي قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، اكتشف العلماء أنواع جديدة من الأسماك قالوا إنها تذوب إذا ما أخرج الصيادون من الماء. إزاي؟ فريق من العلماء أشار إن هذه الأنواع من الكائنات الغامضة تنتمي لفصيلة الأسماك الحلزونية، موضحين أن ما تم اكتشافه ضمن الفصيلة ثلاث أنواع من الأسماك تتميز بأنها هشة للغاية تتلاشى مع خروجها من الماء. غريبة سبحان الله. الفريق المكون من 40 عالم من 17 دولة بقيادة جامعة نيوكاسل الإنجليزية، إن الأسماك الشبحية دي توجد ضمن أعلى السلسلة الغذائية في عالم سري بأعماق المحيط. وأوضح أنها تتميز بهيكل رخوي جدا ضعيف، لونه طيفي شفاف يعني، لكنها عتالة على العيش تحت أو تحت ضغط مية هائل، والجزء العظمي فيها هو الأذن الداخلية التي توفر لها التوازن والأسنان فقط. هنشوفها دلوقتي، هنشوف الصورة بتاعتها دلوقتي، يعني هنشوفها اهي. شوفهم، شوفوا عاملة ازاي يا جماعة. دي السمكة اللي بتدوب بعد خروجها. شوفوا القدرة الربانية، شوفوا الخيال، شوفوا الإمكانيات، شوفوا قدرة لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله، حاجة كده يعني. المهم، حصل الأسماك دي خلال حملة علمية في منطقة أخدود أتاكاما عند الساحل الشرقي للمحيط الهادي على بعد 160 كيلومتر من سواحل بيرو وتشيلي. وأطلق العلماء على هذه الأسماك الشبحية ألقابا ذات أبعاد لونية مثل سمك أتاكاما الحلزون الزهري وسمك أتاكاما الحلزون الأزرق وسمك أتاكاما الحلزون البنفسجي، ثلاث أنواع دول. الأمر المثير بقى أن العلماء تمكنوا فعلا من تصوير هذه الأسماك باستخدام مسبار خاص قطع تم وضعه على عمق 7500 متر تحت سطح الماء، اللي هو زي ده كده، زي ما انتم شايفين كده اهو، وصوروها. وايه؟ وصوروا الكلام ده كله عمق 7500 متر. وقال العلماء ان هذه الاسماك تعيش في الاعماق السحيقه دون منافسه او مخلوقات مفترسه، وانها ليست شبيهه بالمخلوقات الاخرى تعيش في اعماق المحيطات، فهي ليست مخيفه ولا تمتلك اسنان حاده ضخمه زي بعض الاسماك، بل أقرب إلى المخلوقات الهادئة. وأوضح أنه من دون ضغط الماء الهائل ودرجة الحرارة المتدنية فإنها تبدو هشة للغاية وتذوب سريعا إذا ما خرجت للسطح. حاجة مهولة. شايفين يا جماعة؟ شايفين السمكة من ديلها عامل إزاي؟ شوف العمود الفقري عامل إزاي؟ شايفين قدرة لا إله إلا الله؟ قدرة ربانية رهيبة رهيبة، حاجة سبحان الله سبحان الله. مش هنقدر نقول غير سبحان الخالق. اهو نفس الكلام اهو، شايفين اهي، شوف السمك عامل ازاي. يبقى السمك الشبح بيدوب اذا خرج من الماء. ما تقولش غير سبحان الله. انشر الفيديو حتى تعم الفائدة، وتابع قناة البيت بيتك حتى يصلك كل جديد، وقناة اجندس حتى يصلك كل جديد. متنساش تنشر الفيديو حتى تعم الفائدة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.